أنا محمد دويك من لبنان، مهندس صناعي وموظف في تعاونية موظفي الدولة. تم إنشاء التعاونية بموجب مرسوم صادر بعام 1969. هي مؤسسة عامة خاضعة لاستقلالية ذاتية بميزانيتها، تابعة لرئاسة مجلس الوزراء. تقدم خدمات ومنافع لجميع موظفي الإدارات العامة. من هذه الخدمات المساعدات المرضية، المساعدات الاستشفائية، منح التعليم، مساعدات في حالات الولادة والزواج والوفاة. من يحق له الانتساب لهذه التعاونية هم الموظفون الدائمون في الإدارات العامة اللبنانية، بالإضافة إلى جميع المتعاقدين الذين يحصلون على إذن مسبق من سلطة الوصاية التي هي مجلس الخدمة المدنية. تعاونية موظفي الدولة حازت منذ فترة على الجائزة الأولى في الأمم المتحدة للخدمة المميزة، وهذا شيء يشرفنا كموظفي قطاع عام، و نتمنى أن تعم هذه التجربة التعاونية موظفي الدولة في كل الإدارات العامة اللبنانية. نحن لدينا الموظفون الأكفاء والحاصلون على الشهادات العليا، لكننا بحاجة لبعض الدعم التقني وبناء القدرات والمهارات.